السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض هننفذ غرزة جديدة من غرز الأجور. الغرزة دي اسمها غرزة الطائر، واحنا اتفقنا يعني ايه غرزة أجور، يعني احنا بنعمل لفات في الغرزة علشان هيبقى فيه غرز هنقصها، فلازم نعوض عنها بلفات. لو حبينا نتكلم عن العينة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 9 زائد 8. عدد السطور عندي 8 سطور، يبقى انا هضاعف العدد 9 وفي الاخر هزود 8 غرز، ونكرر السطور من السطر الاول حتى السطر الثامن. لو حبينا نتكلم او نوصف الغرزه، الخطوط اللي احنا شايفينها قدامنا دي عباره عن غرز بنشتغلها عدل في الامام وعدل في الخلف. اما بالنسبه لحرف الثمانية اللي احنا شايفينه، فده عباره عن غرز بناخدها مع بعض عدل من اللفه الخلفيه وعدل من اللفه الاماميه. هنشوف الشرح بالتفصيل في بقيه الفيديو. اللي احنا شايفينه مع بعض دوت الوجه الغرزه من الامام، انا هنا ضاعفت العينه مرتين وكررت العدد السطور عندي مرتين. ده بالنسبه للوجه الامامي. وبالنسبه للوجه الخلفي، ده بيكون شكله بيبقى فيه تجويف بسيط زي ما احنا شايفين. دي طبعا نتيجه ان في 4 غرز بناخدهم مع بعض عدل من اللفه الاماميه و4 غرز عدل من اللفه الخلفيه. يبقى ده شكل الغرزه من الخلف، وطبعا بيبقى ليها تقسيمة، السطور الخلفية ليها تقسيمة والسطور الأمامية ليها تقسيمة. هنشوف مع بعض تقسيمة السطور. يبقى أقول تاني، العينة بتتكون من مضاعفات العدد 9 زائد 8. عدد السطور عندي 8 سطور، بيتكرر السطور من السطر الأول حتى السطر الثامن. نبدأ إن شاء الله في شرح الغرزة. بسم الله. هنبدأ نشتغل مع بعض السطر الأول والسطر الأول من السطور الخلفية. يبقى أنا عندي السطور الفردية هي السطور الخلفية، والسطور الزوجية هي السطور الأمامية. بالنسبة للسطر الأول، طبعا احنا عاملين غرزة حافة في الأول وغرزة حافة في الآخر، ودي خارج عدد الغرز. بنشتغل على مضاعفات العدد 9 زائد 8. عندي السطر الأول كله بنشتغله عدل. يبقى أنا عندي السطر الأول بنشتغله دلوقتي عدل. يبقى بنشتغل تاني على العينة مضاعفاتها 9 زائد 8. بنشتغل السطر الأول كله عدل، والسطر الأول بيبقى من السطور الخلفية، وبنكمل حتى نهاية السطر بالغرزة العدل. هنشتغل مع بعض السطر التاني، والسطر التاني عندي من السطور الأمامية. هنشتغل غرزة حافة بناخدها عدل من اللفة الخلفية. من أول هنا هنبدأ في نموذج العينة، وهنشتغل أول 4 غرز هنشتغلهم عدل، وهنشتغل ال4 غرز دول مرة واحدة بس، يعني 4 غرز دول مش هيتكرروا عندي تاني. يبقى أنا اشتغلت 4 غرز عدل، اشتغلتهم مرة واحدة بس مش هكررهم تاني. هنبدأ نكرر من بعديهم 9 غرز. طب ايه نظامهم؟ هنشوف مع بعض نظام الشغل. هنعمل لفة، وبعد كده 9 غرز هنشتغل 8 غرز عدل، وبعد كده هنعمل لفة وهنشتغل غرزة عدل. يبقى نقول تاني شغل السطر تاني. بدأناه ب4 غرز عدل ومش هنكررهم، هنكرر من بعديهم 9 غرز. نظامهم ايه؟ عملنا لفة واشتغلنا 8 غرز عدل، وبعد كده لفة وغرزة عدل. بنكرر ال9 غرز دول بنفس الشغل حتى اخر 4 غرز في السطر التاني. هنشوف مع بعض شغل ال4 غرز ازاي. احنا هنا وصلنا لاخر 4 غرز في السطر التاني، هنشتغلهم عدل. يبقى السطر التاني بدأناه ب4 غرز عدل وهننهيه ب4 غرز عدل. وطبعا دي غرزة حافة منشتغلهاش في الاخر، بنجيب الخيط قدام الشغل ونسلتها من غير ما نشتغلها.
يبقى ده كان شغل السطر التاني، بدأناه بأربع غرز عدل ومش بنكررهم، بنكرر 9 غرز. ايه نظام ال9 غرز؟ بنشتغل لفة وتمانية عدل ولفة وواحد عدل، بيتكرروا حتى آخر 4 غرز في السطر، وبنشتغل آخر 4 غرز عدل. هنشتغل مع بعض السطر التالت والسطر التالت من السطور الخلفية. طبعا ليه برضو تقسيمة، هنبدأ بغرزة حفة، ومن بعد غرزة الحفة هنبدأ بتقسيمة السطر التالت. هنيجي نشتغل أول 5 غرز عدل ومش هنكررهم تاني، يعني هنشتغلهم مرة واحدة بس في السطر التالت. يبقى بداية السطر التالت 5 غرز عدل بنشتغلهم مرة واحدة بس، من بعديهم بنكرر عندي 11 غرزة. هنشتغل 8 غرز مقلوب، يبقى هبدأ من أول هنا، هشتغل 8 غرز مقلوب. يبقى احنا بنشتغل 11 غرزة اللي هيتكرروا عندي في السطر التالت. بدأنا بالنسبة للغرز اللي هتتكرر، بدأنا ب8 غرز مقلوب، بعد كده هنشتغل 3 غرز عدل. يبقى هما دول ال11 غرزة اللي هيتكرروا عندي في السطر التالت حتى آخر 3 غرز في السطر. يبقى أقول تاني 11 غرزة 8 مقلوب و3 عدل. يبقى تاني تقسيمة السطر التالت، بنبدأ ب5 غرز عدل ونشتغلهم مرة واحدة بس، ما بنكررهمش تاني، بنبدأ نكرر من بعديهم 11 غرزة. ايه هما ال11 غرزة؟ 8 مقلوب و3 عدل، بنكرر حتى آخر 3 غرز في السطر. احنا هنا وصلنا لآخر 3 غرز في السطر، هنشتغل آخر 3 غرز عندي هنشتغلهم عدل. يبقى آخر 3 غرز في السطر الثالث بنشتغلهم عدل، وبننهي بغرزة الحفة. يبقى ده كان شغل السطر الثالث. نقوله تاني مع بعض شغل السطر الثالث. بدأنا ب5 غرز عدل وبنشتغلهم مرة واحدة بس، بنبدأ من بعديهم نكرر 11 غرزة. طب شغل ال11 غرزة دي ايه؟ بنشتغل 8 غرز مقلوب 3 غرز عدل، بيتكرروا ال11 غرزة حتى آخر 3 غرز. آخر 3 غرز بنشتغلهم عدل. ده كان شغل السطر التالت. وصلنا مع بعض للسطر الرابع، والسطر الرابع من السطور الأمامية. هنشوف مع بعض تقسيمة السطر الرابع. هنشتغل غرزة حفة في الأول، بناخدها عدل من اللفة الخلفية، وبعد كده هنبدأ في التقسيمة. هنشتغل أول 5 غرز هنشتغلهم عدل، وهنشتغلهم مرة واحدة بس في السطر الرابع. هنبدأ من بعد ال5 غرز نكرر 11 غرزة. هنشوف مع بعض ال11 غرزة هنشتغلهم ازاي. يبقى ال5 غرز دول انا بشتغلهم مرة واحدة بس، هنبدأ من بعديهم نكرر. هنعمل لفة، يبقى من اول هنا هنعمل لفة، وبعد كده هشتغل 8 غرز عدل. يبقى احنا بنشتغل 8 غرز عدل. كده احنا خلصنا 8 غرز عدل. هنعمل لفة وهنشتغل 3 غرز عدل. يبقى كده 11 غرزة عندي، دولم اللي هيتكرروا عندي حتى اخر 3 غرز في السطر الرابع. يبقى نقول تاني، بدأنا السطر الرابع ب5 غرز عدل ومش هنكررهم تاني، بنشتغلهم مرة واحدة، بنبدأ نكرر من بعديهم 11 غرزة. بنعملهم ازاي؟ بنعمل لفة، وبعد كده 8 عدل ولفة و3 عدل، بيتكرروا حتى آخر 3 غرز في السطر الرابع. احنا هنا وصلنا مع آخر 3 غرز هنشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى آخر 3 غرز في السطر الرابع بنشتغلهم عدل،
وطبعا عندي السطر بينتهي بغرزة حفة. يبقى تاني شغل السطر الرابع بنبدأ بخمس غرز عدل وبنشتغلهم مرة واحدة بس، بنكرر من بعديهم 11 غرزة. 11 غرزة بنبدأهم بلفة، وبعد كده 8 عدل ولفة و3 عدل، بيتكرروا 11 غرزة حتى آخر 3 غرز في السطر الرابع. آخر 3 غرز بنشتغلهم مع بعض عدل. يبقى ده كان شغل السطر الرابع اللي هو من السطور الأمامية. هنشتغل مع بعض السطر الخامس والسطر الخامس من السطور الخلفية. هنبدأ بغرزة حفرة، ومن بعديها نبدأ في تقسيمة السطر الخامس. بناخد غرزة الحفرة غرزة عدل من اللفة الخلفية. بعد كده هنشتغل أول 6 غرز، هنشتغلهم عدل ومش هيتكرروا عندي تاني. يبقى الـ6 غرز دول هنشتغلهم مرة واحدة بس في السطر الخامس. بنشتغلهم ايه؟ بنشتغلهم بالغرزة العدل. من بعد الـ6 غرز دول هنشتغل بعد كده في تقسيمة هيتتكرر عندي لغاية آخر غرزتين. يبقى الـ6 غرز دول بنشتغلهم مرة واحدة بس، بنشتغلهم عدل في السطر الخامس، بنشتغلهم مرة واحدة بس. بعد كده بنكرر 13 غرزة. بنشتغلهم ازاي؟ 8 غرز مقلوب وبعد كده 5 عدل. يبقى الـ13 غرزة دول بيتكرروا عندي في السطر الخامس حتى آخر غرزتين. شغل الـ13 غرزة بنشتغل 8 غرز مقلوب 5 عدل. يبقى احنا دلوقتي بنشتغل 8 غرز مقلوب، خلصناهم، هنشتغل 5 غرز عدل. يبقى احنا كده بنشتغل 13 غرزة اللي هو بيتكرر عندي في السطر الخامس. يبقى نقول تاني، السطر الخامس بنبدأه بـ6 غرز عدل ومش بنكررهم تاني، يعني نشتغلهم مرة واحدة. بنبدأ من بعديهم نكرر 13 غرزة. بنشتغل 13 غرزة، 8 غرز مقلوب، 5 غرز عدل، بنكررهم حتى آخر غرزتين في السطر الخامس. احنا هنا وصلنا لآخر غرزتين في السطر الخامس، بنشتغلهم بالغرزة العدل وبننهي بغرزة حفة. يبقى أنا كده عندي السطر الخامس شغله كده خلص. يبقى نقول مع بعض تاني شغل السطر الخامس. بنبدأ السطر الخامس بـ6 غرز عدل وبنشتغلهم مرة واحدة بس، مش بنكررهم تاني. نبدأ من بعديهم نكرر 13 غرزة. شغل 13 غرزة، 8 غرز مقلوب، 5 غرز عدل، بيتكرر 13 غرزة حتى آخر غرزتين، وآخر غرزتين بنشتغلهم عدل. ده كان شغل السطر الخامس. ودلوقتي هنشتغل مع بعض السطر السادس والسطر السادس من السطور الأمامية. هنبدأ بغرزة حفرة، وبعد كده هنشتغل 6 غرز، هنشتغلهم عدل ومش هنشتغلهم تاني، هنشتغلهم مرة واحدة بس في السطر السادس. يبقى بنبدأ السطر السادس بـ6 غرز عدل، نشتغلهم مرة واحدة بس. هنبدأ من بعديهم نكرر، هنكرر كم غرزة؟ هنكرر 13 غرزة. يبقى الـ6 غرز اللي احنا اشتغلناهم دلوقتي اشتغلناهم عدل ومش هيتكرروا عندي تاني في السطر السادس. هنبدأ من بعديهم نكرر 13 غرزة، هنكررهم حتى آخر غرزتين. هنبدأ بلفة، وبعد كده هنشتغل 8 غرز عدل. يبقى احنا بدأنا الـ13 غرزة اللي هيتكرروا عندي بلفة، وبعد كده بنشتغل 8 غرز عدل، هنعمل لفة وهنشتغل 5 غرز عدل. يبقى هو ده الـ13 غرزة عندي اللي هيتكرروا في السطر السادس حتى آخر غرزتين. يبقى تاني نقول مع بعض السطر السادس، الجزء اللي هيتكرر والجزء اللي مش هيتكرر. عندي 6 غرز هنشتغلهم عدل وده مش هكررهم تاني. هنبدأ نكرر 13 غرزة حتى آخر غرزتين. شغل 13 غرزة بنبدأ بلفة، وبعد كده 8 عدل،
لفة 5 عدد بيتكرروا حتى آخر غرزتين في السطر السادس. احنا وصلنا مع بعض لآخر غرزتين هنشتغلهم عدل، يبقى آخر غرزتين عندي في السطر السادس بنشتغلهم بالغرزة العدل، وبننهي السطر بغرزة حفة. يبقى أنا كده عندي السطر السادس انتهى شغله. نقوله تاني، بدأناه بست غرز وبنشتغلهم مرة واحدة بس، 6 غرز عدل بنشتغلهم مرة واحدة بس، بنبدأ نكرر 13 غرزة. طب 13 غرزة بنعملهم ازاي؟ بنشتغل لفة 8 عدل، لفة 5 عدل، بيتكرروا حتى آخر غرزتين، وآخر غرزتين بنشتغلهم عدل. هنبدأ مع بعض شغل السطر السابع. والسطر السابع ده من السطور الخلفية، هنبدأ بغرزة حافة، وبعد كده هنشوف التقسيمة. من أول هنا هنشتغل 7 غرز عدل وهنشتغلهم مرة واحدة بس، يبقى أول السطر السابع بنشتغل 7 غرز عدل وبنشتغلهم مرة واحدة بس. من بعد ال7 غرز هنبدأ نكرر 15 غرزة، هنشوف مع بعض ال15 غرزة طريقة شغلهم ازاي. يبقى احنا اشتغلنا 7 غرز عدل واشتغلناهم مرة واحدة بس، مش هيتكرروا عندي، هنبدأ من بعد ال7 دول نكرر 15 غرزة. هنشوف مع بعض الطريقة، هنبدأ ب8 غرز مقلوب، يبقى ال15 غرزة يتقسموا عندي ازاي؟ 8 غرز مقلوب 7 غرز عدل. ال15 غرزة دول بيتكرروا عندي في السطر السابع حتى اخر غرزة. طب اخر غرزة بشتغلها ايه؟ بشتغلها عدل. يبقى احنا دلوقتي بنشتغل ال15 غرزة، بنشتغل اول 8 غرز منهم بنشتغلهم مقلوب. اشتغلنا ال8 غرز مقلوب، هنشتغل 7 غرز عدل. يبقى احنا كده خلصنا ال15 غرزة اللي هيتكرروا عندي في السطر السابع. نظامهم ايه؟ 8 مقلوب 7 عدل. يبقى اقول تاني تقسيمة السطر السابع، بنبدأ ب7 غرز عدل وبنشتغلهم مرة واحدة، بنكرر من بعديهم 15 غرزة، ال15 غرزة بنشتغل 8 مقلوب و7 عدل، بنكرر حتى اخر غرزة في السطر. وصلنا مع بعض لاخر غرزة، اخر غرزة عندي هشتغلها بالغرزة العدل. يبقى كده عندي السطر السابع كده انتهى. يبقى نقول مع بعض تقسيمة السطر السابع، بنشتغل 7 غرز عدل ودول بنشتغلهم مرة واحدة بس، وبعد كده بنكرر 15 غرزة. نظامهم ايه؟ 8 مقلوب 7 عدل، بيتكرر 15 غرزة حتى اخر غرزة في السطر السابع، اخر غرزة بنشتغلها بالغرزة العدل. وصلنا مع بعض للسطر الثامن، وده اخر سطر عندي في نموذج العينة. هنشتغل اول غرزة هنشتغلها غرزة حفة، بعد كده هنبدأ ونشتغل 7 غرز هنشتغلهم عدل، ودول مش هنكررهم، يعني هنشتغلهم مرة واحدة بس، يبقى مش هنكرر ال7 غرز، هنشتغلهم مرة واحدة بس. يبقى بدأنا السطر الثامن ب7 غرز عدل وبنشتغلهم مرة واحدة بس. يبقى ال7 غرز دول هنشتغلهم مرة واحدة بس، واشتغلناهم مع بعض عدل، هنبدأ نكرر من بعديهم اللي احنا هنشوفه الطريقة بالظبط اللي احنا هنشوفها، هنكرر حتى اخر غرزة في السطر الثامن. هنشتغل مع بعض ال4 غرز دول هناخدهم عدل مع بعض من اللفة الخلفية بطريقة SSK، يعني هنسلت ال4 غرز على الابرة اليمين من غير ما نشتغلهم، وبعد كده ندخل الابرة الشمال في ال4 غرز كلهم مرة واحدة، وناخدهم مع بعض من اللفة الخلفية عدل ونطلعهم بغرزة واحدة. يبقى زي ما انتم شايفين احنا خدنا 4 غرز عدل من اللفة الخلفية بطريقة SSK. هنيجي بعد كده نشتغل 4 غرز دول هنشتغلهم
أربع غرز عدل مع بعض، هندخل الإبرة في الأربع غرز مرة واحدة وناخدهم في غرزة واحدة عدل من اللفة الأمامية. يبقى زي ما انتم شايفين احنا كده خدنا أربعة من اللفة الخلفية وأربعة من اللفة الأمامية. احنا كده بنقلل الغرز اللي احنا عملناها، اللي هي كانت اللفات اللي احنا كنا بنعملها في كل سطر أمامي طبعا مش سطر خلفي. بعد كده هنشتغل سبع غرز عدل. يبقى احنا كده رجعنا التسع غرز زي ما هما، زي ما احنا بدأنا الغرز في السطر الأول كده رجعوا عندي في السطر الثامن بنفس العدد. قللنا اللفات اللي احنا كنا بنعملها في السطور الأمامية بنفس النظام اللي احنا شفناه مع بعض، هو ده اللي هيتكرر عندي حتى آخر غرزة في السطر الثامن. آخر غرزة عندي في السطر الثامن هنشتغلها مع بعض عدل، وده شغل السطر الثامن. طبعا احنا كنا عملنا لفات في السطور الأمامية قللناها في السطر الثامن ورجعنا العدد الأصلي اللي احنا بدأنا بيه. هيتكرر عندي النموذج اللي احنا شفناه حتى آخر غرزة في السطر الثامن. آخر غرزة في السطر الثامن بنشتغلها عدل. يبقى السطر الثامن بدأناه بثمانية بسبعة عدل ومش هنكررهم، وبننهي بغرزة عدل. يبقى احنا كده وصلنا مع بعض لآخر غرزة في السطر الثامن. آخر غرزة في السطر الثامن بنشتغلها عدل. يبقى كده عندي السطر الثامن كده انتهى شغله، ونموذج العينة كده عندي انتهت. اشتغلنا مع بعض على 8 سطور. ضعفت العينة، احنا اتفقنا ان العينة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 9 زائد 8، يعني انا بضاعف العدد 9 وبعد كده بزود 8 غرز. كده يكون السطور الثمانية عندي انتهت، وده الشكل النهائي. بيتكرر الثمان سطور عندي من السطر الأول حتى السطر الثامن، وده الشكل النهائي للغرزة. أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.